Dis-moi oui, Dad. Dis-moi oui, Dad. شعور زوين بالنسبه لي، شعور زوين ان الوداد العائله ديالي الثانيه، وشحال من حاجه صراحه وما يمكنش ينصف. وديما ديما وداد، ديما وداد. انت تفرج في الوداد. الوداد هي رمز البلاد، الوداد المقاومة، الوداد الشموخ، الوداد العز. وعاش الوداد وديما وداد. وانا راه كنجي من طنجة، من طنجة حتى لكازا، وعاش الوداد ونموت على الوداد حتى الفينار. كيفاش غادي نقول لك على هذا الشعور؟ ما عنده، ما عنديش كيفاش نعبر. الحمد لله فرحانين، ولا بروف راه حنا كلنا جايين، امينه باباها وحسن كلشي داخل التيران باش يتفرج في هذا سميتو التتويج ديال الوداد، ونحضروا لاكوب. انا صراحه فرحانه بزاف، حيت دابا حنايا ابطال افريقيا وابطال المغرب، بزاف ديال الناس اخرين ما قدروش يحلموا بها. والحمد لله كنحيي كاع اللعابه وديما وداد، وكنشكر كل شيء وكاع هاد الامه الكبيره. شكرا بزاف. حنا الحمد لله فخورين بهذا اللقب، كيف ما العاده الوداد راه هي الاولى في افريقيا وهي الاولى في البطوله. كما كتشوف راه دينا الجداره واستحقاق، كما كتشوف راه من البدايه ديال العام وحنا الاولين، وهذا ما الا هو خدمه ديال المدرب كورش الركراكي، واللي كنتمناو يبقى معنا العام الجاي ان شاء الله. شعور لا يوصف صراحه، شعور لا يوصف انك تحتفل بالبطوله 22، اللقب اللي يعني اللي هذا الموسم هذا بالضبط كان موسم اللي هو استثنائي، دينا فيه العصبه وزدت في البطوله 22، ونتمناو ان شاء الله العام الجاي البطوله 23 وما يزيد ان شاء الله تعالى. بالنسبه للاحتفالات ان شاء الله بدون شك ان غتكون احتفالات كبيره ان شاء الله تعالى، وغتكون شي حاجه اللي كما قال الدري خرافيه ان شاء الله. شعور لا يوصف، هذا الشعور هذا ولي جينا عادي، ولينا كل عام تيتر وعام لا وعام، راك عارف. وهذا العام ان شاء الله ردينا متابعه، وتتمناو ديو الثالثه عاوتاني العام الجاي. جينا نشجعوا الوداد، والشعور ديالنا شعور واعر، بطوله والعصبه وكاس العرش في الطريق ان شاء الله. وهذا ما كان، الله يخلي لنا الكراكي، الله يسهل على داري، الله يدير لي فيها الخير للدراري، وديما وداد، ممكن على الوداد. واو شعور، فهمتي، ولفنا حنا كودادين، راه الاعوام الاخيره كلشي عرف تألق ديال فريق الوداد الرياضي، شي حاجه ولفناها عادي يعني، ماشي شي حاجه جديده علينا، جايين غير نحتفلوا كل عام تقريبا ونشوف حالاتنا. شوف حنا شعور زوين، وبالرجوله صعيب شويه تكون ودادي، حنا خويا من الاخر اعتادينا على هادشي ديال فهمتيني التتويج وكلشي، حنا ولفنا هادشي ولا كيجينا عادي، واش فهمتيني ولا لا؟ كيجينا عادي بحال ماشي مشكل. كل عام ان شاء الله حنا جبنا بطوله 22 في 2022 و23 في 23 و24 في 24، ونبقاو غادي ان شاء الله بحال ما هكا المسيره باذن الله. خويا الشعور لا يصور، باللي راه ما كنا مخصصين باش نحتفلوا في هذه الاحتفالات الرائعه اللي دازت هذا العام الحمد لله، وكنتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله باذن الله عز وجل. شعور عادي بحكم ان احنا ولفنا البوديوم، هادشي ولا عادي ضروري، خاصنا في اخر العام ان شاء الله نكونوا في البوديوم كل عام ان شاء الله. هذا العام ان شاء الله نتمنوا حق الخماسيه، علاش لا، كاس عالم الانديه ان شاء الله نضربوا ريال مدريد وديما وداد. احنا فرحانين بزاف الوداد ان توجات لهذه البطوله 22، وجينا باش نحتفلوا معاهم. حنا حتى عارفين من الاول، عارفين البطوله ديالنا الحمد لله. جيت انا وماما واختي الصغيره، فرحانين بزاف، حنا وداديين ومن اصل ومن جد ومن كل شيء، ولاد مدينة القديمة الحمد لله. جيت اليوم نتفرج في الفريق ديالي اللي عز عليا الوداد، اليوم يهزوا الدرع ديال البطولة، ونتمنى التوفيق للجميع. الشعور ديالي انا فرحان. هذا شعور لا يوصف، وبحكم اننا ربحنا قبل من مباراة من النهاية ديال البطولة،
وصراحه هذا شعور استثنائي. حنا جايين هنايا كاصدقاء واليوم ان شاء الله غيكون غير احتفالات وديما وداد. هو الصراحه احساس زوين، جاي انا والزميل ديالي اللي ديما كنحضروا الماتشات ديال الوداد، وصراحه ما حشموناش، ديما كانوا في المستوى الحمد لله، عمرهم ما خيبونا. حتى لا خسروا الحمد لله كيبقى حب الفريق هو الاساسي، ونتمنوا منهم ان شاء الله يبقاو ديما القدام القدام، وان شاء الله نجيبوا بزاف ديال البطولات وديما حمر. هذه ولات داخله من العادات ديالنا، فهمتيني؟ حنا خصنا كل عام عام ولي كنا عام نحتفلوا بالبطوله، عام لا دابا ولات عامين متابع، حنا الحمد لله كنحتفلوا بالبطوله. والوداد نادي الالقاب، حاجه ماشي جديده علينا زعما، يعني الجمهور ديال الوداد مولف بالالقاب منذ التاسيس ديالو. خويا شعور عادي، حيت هذه بطوله 22 حنا ولفنا، فهمتيني؟ حنا فريق الوداد ولفنا على الالقاب وخصوصا البطوله. سول في جمهور واحد اخر هو اللي يقول لك جاتو هاد 22.